بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، شارك فرسان الفريق الملكي للقدرة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل كأس الفرسان لمسافة 120 كيلومتر في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. البطولة تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشراكة مع الاتحادين السعودي والدولي للفروسية بمشاركة 200 فارسا وفارسة يمثلون 50 دولة من مختلف دول العالم. وحققت الفارسة الشيخة نجلاء بنت سلمان آل خليفة فارسة الفريق الملكي للقدرة وفريق الصافنات المركز الرابع في البطولة بعد منافسة قوية شهدها سباق 120 كيلومتر. كما شهد السباق مشاركة عدد من فرسان الفريق الملكي للقدرة، وجاءت مراحل السباق قوية وصعبة على الفرسان في ظل الأرضية الصحراوية، لكن المراحل شهدت إثارة وندية بين المشاركين. من جانبه سيشارك فرسان الفريق الملكي للقدرة في سباق مسافة 160 كيلومتر على كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل كأس الفرسان بمشاركة واسعة من فرسان العالم. وسيمثل الفريق الملكي في السباق الفرسان عثمان العوضي ومحمد الهاشمي وحمد الجناحي. هذا وحصد الفارس سعيد يحيى النعيمي من دولة قطر المركز الأول في البطولة لمسافة 120 كيلومتر، فيما جاء الفارس فارس أبو راس من المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، والفارس حمد حميد التميمي من دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث.